أهلا وسهلا بكل سميدات والتلاميذ وأولياء الأمور. إذا في إطار دروس المستوى السادس ابتدائي لمادة الفرنسية غنشوفو درس كيتعلق بأورتوغراف اللي هو لاكور دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف، وغنشوفوه من كتاب ميز أبرونتيساج أون فرونسي للمستوى السادس ابتدائي باج 34 صفحة 34. إذا نبداو الدرس. أول حاجة، شنو هو لوبجيكتيف؟ هو الهدف من الدرس هو سافوار أكوردي أون جونغ إي أون نومبر لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. إذا نعرف كيفاش يعني نساكوردي، يعني نعمل تذكير والتأنيث والجمع بالنسبة لادجيكتيف. إذا نبدا بأول حاجة سو كو جو سي. إذا سولي لاتريبي دو سوجي إي أون تور ليبيتيس. ديجا الدرس خدمناه قبل وخاصكم تعرفوه، كاين جوج أنواع ديال لي زادجيكتيف اللي هو إيبيتيت وأتريبي. بالنسبة لادجيكتيف إيبيتيت هو اللي كيكون ما بين الحاجه اللي كنوصفوها، يعني لو نون الاسم اللي كنوصفوه والصفه ما كيكون والو، كيكونوا متصلين. وبالنسبه للاتريبي كيكون مورا واحد الفيرب ديتا، اما اتر ولا باغيت ولا سامبلي. اذا شنو عندنا هنا؟ لي توريست ابريسي سو بو مونيمون. اذا مونيمون كيفاش؟ زوين، هاد المعلمه زوينه، هي لادجيكتيف. اذا ما بين بو ومونيمو كاينه شي حاجه، ما كاين والو. اذا الصفه والحاجه، يعني الحاجه اللي كنوصفوها والصفه ما كاين حتى حاجه، اذا هذا كيتسمى ادجيكتيف ايبيتات. اذا شنو قالوا لنا غندوروا عليه؟ اذا هنايا، اذا اي اونتور لي بيتات. اذا هنايا اوكي، هنا غندوروا عليه، سي بو. La grande mosquée Hassan II est magnifique. إذن magnifique هي الحاجة، يعني مسجد حسن الثاني رائع جدا. ولكن قبل magnifique صيف، يعني الادجكتيف كاين فيرب ديتا اللي هو اتر. إذن هذا شنو كيتسمى؟ ادجكتيف اتريبي. إذن غنسطر عليه. تري بيان. إذن دابا غنشوفو هنا عندنا واحد النص غنقراوه. عندنا لا غروند موسكي دو كراوين اون تينيزي اي اون دي بلوز انسيان موسكي دافريك فوندي اون 670 اي دون اون اوفر ماجور دو لاركيتكتور اسلاميك اي لا سيرفي دو موديل دو نومبرو ليو دو كولت مسلمان. اون بلوس دو سون امبورتونس ارتيستيك اي اركيتكتورال ايل فو نوتامون انتر لو Okay, de siècle. Et donc, entre 19e siècle et 21e siècle, le principal centre de culture et d'enseignement d'Afrique du Nord, c'est donc un des monuments les plus importants de la civilisation arabo-musulmane. اذا بالنسبه للناس كيهضر على مسجد القراوي اللي كاين في تونس وكيوصفوا انه قديم اونسيان اكسيتيرا، يعني كاين مجموعه ديال الصفات. اذا بالنسبه اونسيان كاين يعني اكبر، يعني قديم اقدم جامع في افريقيا، وامتى تاسس؟ في 670. اذا بالنسبه للبنايه ديالو اكسيتيرا، يعني كيهضر على اي حاجه كتعلق بهذا المسجد ديال القراوي اللي في تونس. اذا قال لك بريسيز لي مو اون كولور دون لو تيكست. اذا غروند اونسيان islamique, ok, nombreux, musulmans, artistiques, architecturales, principales, importants, arabo-musulmanes. Et là, je vais vous dire que les mots qui qualifient le nom qui correspond. Il y a une question qui est la première chose qui est la première chose qui est la بحال سيفيزاسيون، حضارة عربية مسلمة. إذا كاتونا يعني كاليفي لو نو، يعني كاتونا صفة ولا كاتونا مميزات ديال الاسم اللي قبل منهم ولا اللي موراهم اكسيتيرا. إذا هادو كو بريسيز لي مو اون كولور دون لو تيكس. إل بريسيز كوا؟ إل بريسيز اوكي الوغ غنكتبو هنايا. إل بريسيز كوا؟ Elle précise les caractéristiques. Elle précise les caractéristiques. On va se faire. On va se faire. Caractéristiques. Ok. D'un quoi? D'un nom. Ou d'un pronom. Et d'un nom. Ok. Et d'un. Elle précise qu'on a, ok, les éléments, ce sont, elle précise ou elle qualifie des noms, يعني qui mise ou had la haja katoan mumayizat diela. Comment on appelle ou comment on les appelle? On les appelle des adjectifs. On les appelle quoi? On les appelle des adjectifs qualificatifs. Randkoum moukoubouf le unouan bach moutrat oujfia. Des adjectifs quoi? Idan, randkoum louhnaya, des adjectifs qualificatifs. Qualifi
كاتيف غنعملو اس حيت ادجكتيف عملناها ب اس. اذا غنشوفو دابا السؤال الثالث. دون لا بروميير فراز دو تيكست افيك كيل نو لادجكتيف كاليفيكاتيف انسيان ساكورد تيل. اذا غنجيولكم نشوفو هنا انسيان موسكي موسكي مؤنث فيمينا بلوريال جمع كذلك انسيان هي فيمينا بلوريال يعني مؤنث جمع. اذا اي ساكورد افيك كوا اذا اسم لو نو لي تبعو هو كوا تبعو في لو جونغ اي لو نو يعني في التذكير والتانيث والجمع هو موسكي. اذا اي ساكورد اوكي اي ساكورد هاد لو نو اي ساكورد يعني كيتبعو اي ساكورد اذا افيك كي لو نو اي ساكورد ونكتبو الكلمه اللي تبعها يعني اسم يعني موسكي اوكي موسكي. اذا كنقول ساكورد يعني كيتبعو في التذكير والتانيث والجمع. اذا عندنا رابعا كي سون لو جون اي لو نومبر دو نو موسكي اي دو لادجكتيف غروند. بالنسبه موسكي غروند الاولى بالنسبه موسكي غروند سي فيمينا سانغولير يعني مؤنث مفرد. اذا جونغ اوكي غنحدو بالنسبه هنايا موسكي موسكي اذا غروند موسكي. اذا بالنسبه الاولى اذا كنهضر على الاولى اذا سي كوا سي سانغولير فيمينا اذا سانغولير اوكي فيمينا فيمينا فيمينا. بالنسبه للثانيه اللي هو مونيمو اوكي امبورطون ثانيه سي كوا سي اوكي بلوريال ماسكولين بلوريال اذا بلوريال masculin اذا pluriel masculin masculin هي مذكر و pluriel هي جمع. اذا singulier مفرد فيمينا مؤنث اوكي pluriel جمع و masculin اوكي اذا مذكر. اذا فيمينا masculin شنو كيتسمى كيتسمى لو جونغ و singulier pluriel كيتسمى لو نومبر. كيسكو سا فو دير لو جونغ يعني التذكير والتانيث وبالنسبه لو نومبر هو العدد يعني واش واحد اوكي لو نومبر هذا بجوج لو نومبر سا فو دير واش واحد ولا بزاف اوكي. جو بونس شرحنا الدرس دابا نمشيو نكونوا القاعده. اذا بالنسبه للقاعده كيفاش غنكونوها انطلاقا من بعد الكلمات. اذا عندنا نون نومبر جونغ لادجكتيف كاليفيكاتيف ساكورد. اذا عندنا هنا ماسكولين فيمينا ماسكولين فيمينا قلنا لو جونغ يعني هنا كيحددنا الجنس واش مذكر ولا مؤنث. وكاين سانغولير بلوريال يعني مفرد ولا جمع سا فو دير نومبر العدد اوكي واش واحد ولا بزاف. افيك لو كوا avec le nom OK qui ça qui qualifie. اذا بالنسبه للادجكتيف هو كيتبع هذاك الاسم اللي كيوصفو ولا اللي كيميزو. اذا في لو جونغ يعني ماسكولين فيمينا ولا لو نومبر سانغولير بلوريال يعني تذكير تانيث يعني مفرد او جمع. اذا غنشوفو دابا لا بلاس دو لادجكتيف ني موديفي با سيت اكور. اذا يعني شنو قال لك يعني لادجكتيف واخا يكون اما يعني مورا اوكي الاسم اللي كيوصفو ولا قبل يعني الاسم اللي كيوصفو راه ديما كيتساكوردا ديما كيتبع هذاك لادجكتيف كيتبع الاسم اللي كيوصفو في التذكير والتانيث والجمع. هذه هي الخلاصه. اذا عندنا بور ميتر لادجكتيف او فيمينا اون اجوت لو بلو سوفون اي ا او ا لادجكتيف او ماسكولا. اذا باش كيكون عندي مذكر وكنرجع مؤنث كنزيد في القاعده كقاعده عامه كنزيد او ولكن كاين حالات استثنائيه اللي غنشوفوهم. اذا اون دوبل بارفوا لا كونسون فينال مثلا مونيمو اونسيان هنا خصنا نزيد ان وحده اخرى عاده كنعمل او. وكاين عاوتاني لا تيرمينيزون بوتيتر بلو او موان موديفي مثلا بحال بلون بلونش بوبيل هنا حاله استثنائيه ما كنزيدش غير او ولكن كتبدل مره من تذكير التانيث. كون لادجكتيف او ماسكولين سو تيرمين بار او اي نو شونج با او فيمينان يعني مثلا بحال هنا مودرن بحال مذكر بحال مؤنث اوكي. دابا نمشيو للبلوريال. هنا بوغ ميتر لادجكتيف او بلوريال اون اجوت لو بلو سوفون اس يعني معروفه من المفرد الجمع يعني اللي كتماركي الجمع هي اس كنزيد اس في الاخر ولكن كذلك كاين حالات استثنائيه ماشي ديما كنزيد اس كاين بزاف الحالات. تو لي ادجكتيف سو تيرمينون بار او انت ما كيسالي بو اي لا بلوبار دو سو كي سو تيرمين بار ا ال فون لور بلوريال ا اكس مثلا بحال بو كترجع بو اوكي كتسالي بو ا او كترجع اكس في بلوريال بحال انفيرنا اللي كتسالي ب ا ال حتى هي كترجع اكس في الاخر يعني كترجع ا او اكس. كون لادجكتيف او سانغولير سو تيرمين بار ان اس او ان اكس اي نو شونج با او بلوريال مثلا عندي بحال هاد الامثله بحال غري
كي سالب اس ولا كي سالب اكس بحال مفرد بحال الجمع، اوكي ما كيتغيرش، اوكي بحال مثلا ميرفيو ميرفيو غري غري بحال مفرد بحال الجمع. اذا سالينا الصفحه 34 من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي للمستوى السادس ابتدائي. نتمنى نكون فدتكم، شكرا والى اللقاء.